شوف انا شنقول ما يمكن لي الا نحيي ونشكر الاباء واولياء اولياء الامور اباء وامهات اولياء الامور ديال التلاميذ. انا قلت بالنسبه للاباء والاولياء واولياء الامور والامهات ديال التلاميذ ما يمكن لي الا نحييهم ونشكرهم لانهم ما سقطوش في واحد المجموعه من التصريحات وواحد الفخ اللي كتبغى ديروا الحكومه بغات حاولت ما امكن ان تدخلنا معهم في الصراع وفي الاصطدام ويبغيو يخرجوا هما يحتجوا ضدنا ويقولوا ودي هاد الاساتذه ما بغاوش يقريونا اولادنا وانهم هاد الاساتذه هادو راهم. لذلك هما ما سقطوش وخرجوا في عده مناسبات. انا اللي شفت وقفات ان الاباء والامهات والاسر عموما خرجوا تيقولوا نحن مع الاساتذه وتيقولوا مطالب او المكانه ديال الاستاذ من المكانه ديال الابن ديالي والحقوق الاستاذ من حقوق الابن ديالي والعكس صحيح. انا هادشي اللي شفت. انا ما شفت بعض الاباء الا كانوا شي اباء اللي خرجوا. انا شفت عموم الاباء والامهات والاولياء والاسر عموما مع الاساتذه والاستاذات. انا هادشي اللي شفت ولذلك انا قلت ما يمكن لي الا نشكرهم ونقول لك حنا نتاسف ونتالم. لا دابا شوف هادشي هذا تحمل فيه الحكومه المسؤوليه. تنقول بانه حنا قلوبنا لهذوك الوليدات وحنا تنتمناو نرجعوا في اقرب الوقت عند هذوك الوليدات لان مكاننا الطبيعي هو القسم هو الفصل ماشي هو شي حاجه اخرى. لذلك انا تنقول ونأكد انه قلوبنا معهم مستعد نرجعوا في اقرب وقت. هادشي اللي ظهر اللي المفروض تحمل فيه المسؤوليه. حنا النهار الاول نهار 5 قلنا مستعد نرجعوا لمقرات عملنا ولكن الحكومه كان لها راي اخر. الان دابا الحكومه عندها وثيقه وحده للاسف وباغيه عوض ان هذه الوثيقه هذه تقوم الحكومه ب طبعا تسحبها باش وليدات المغاربه يضيعوا مخلي وليدات المغاربه يضيعوا باش تبقى هذيك الوثيقه. هذا امر مؤسف. لذلك اللي يتحمل المسؤوليه فاش هي الحكومه وليس الاساتذه. Thank you.